قضية الزواج والتكاليف والمطالب اللي يطالبوها أهل الزوجة جيدة تتناسب مع وضع الشاب اقتصاديا؟ والله ساني اللي دا أشوفه لهذا الوضع يعني أنه من تروح أكثرية يعني الأغلبية نقول يعني يطلبون أرقام عالية، وأنت يعني أنت تجي لاملك إيش كان فلس، صار لك 5 سنين تشتغل لاملك إيش كان فلس، تروح يقول لك مثلاً مهر 10 ملايين أو في شيء، يعني هو من شوية صعبة على الشاب، يعني هو الشاب العراقي قوي يشتغل قوي يلقى شغل، وإذا أكو شغل قلت لك يعني يوميتها قليلة، يعني هو حتى إذا تزوج وراء بيت وراء أطفال. 10 ملايين مال زواجه و 20 مليون يخلصان ويقعدن، عنده وراء مهمة ثانية. مو صحيح، يعني عنده وراء همين يجوا أطفال صح، ما أعرف شنو، لا سمح الله طلق نفقة همين، يعني هو همين لازم يطلق، والطلاق ما شاء الله الأيام طاش كل شيء، يا أهل يجي يتزوج وطلق، يعني حتى يتزوجون شوية أعمارهم مو مناسبة صراحة، يعني والله حتى الأعمارهم مناسبة يطلقون همين، هي ده مشاكل يعني ما أدري ليش شنو السبب، ما تعرف. تمام، شكرا جزيلا.